هي شخصية طيبة جدا، عصامية يعني، وبتتحط في بيئة مش بيئتها خالص، والظروف بتضطرها تعمل حاجات بره شخصيتها خالص. لو هنتكلم على عصر الانترنت يعني، فانا احنا كممثلين او كصناع في الصناعه دي يعني محظوظين ان احنا عندنا الموضوع ده. زمان انت لو كان عندك مسلسل في رمضان انت تمام، لو ما عندكش في رمضان انت خلاص كده راحت عليك السنه، في حين ان دلوقتي ما بقاش كده. انت عندك فرصه اولموست كل يوم مسلسلات قصيره وساعات سوب اوبراز وافلام، عندك كذا اوتلت ان انت تطلع فيهم طاقتك الفنيه يعني. فبالعكس انا شايفه ان احنا محظوظين جدا وحظنا حلو قوي 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 ان الانتاجات بقت اكتر بكتير. محمود وهاني الاثنين صحابي جدا من زمان جدا 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 بره، وعمرنا ما كنا اشتغلنا مع بعض، فبالعكس انا كنت حاسه باريحيه. وانا شغلي يعني I would say 99% من الشغل معاهم، فبالعكس انا كنت حاسه انا في بيتي يعني. ما هما جمال كرمه جدا كبارتنرز في التمثيل وفي المشاهد.